صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اليوم الثالث لينا في هيروشيما والاخير. احنا خلصنا نروح النهارده بالليل زي ما انتم شايفين، مجهزين الشنط وظبطنا السراير وكده. لسه في حاجات بسيطه بس بنظبطها، ودي الشنطه الثانيه. خلصنا كل الجولات امبارح، بس النهارده هيبقى فلوج هادي كده ورايق قبل ما نوصل المطار، عشان المطار بيوتر اللي ما بتوترش. فيلا بينا نبدأ. لو اول مره تشوفوني، اسمي ساره، مصريه مقيمه في اليابان، وبعمل لكم فيديوهات كتير مفيده عن السفر جوه اليابان وكمان بره اليابان. يشرفني جدا ان انتم تنضموا للقناه. الاوتفيت بتاعي النهارده لابسه فستان، انا اصلا جايبه 3 حاجات، فللاسف امبارح لبست البنطلون على اساس انه هيبقى مطر، عشان مطر يعني، ما كنتش عامله حساب ان الثلاث ايام هيبقوا مطر. لسه المطر ما بداش بس هيبتدي، انا عارفه. للأسف ما عنديش غير الفستان ده دلوقتي ينفع يتخرج بيه، ولبست الطرحة الكافيه، حاسة ان هي ماشية مع الفستان، بس كنت عايزة البس البينك، بس مش كل اللبس هيبقى بينك يعني. وده شكله عجبني قوي. دلوقتي رايحين نركب باص كده، هودينا جزيرة تانية هنقعد فيها لحد ميعاد المطار ان شاء الله، او ميعاد القص اللي جاي هيودينا للمطار. لازم اعدي ثانية، اعدي مكمل. انا رايحة دلوقتي الحقيقة اشرب اشتري قهوة، وبعد كده هنروح نجري علشان نلحق الاتوبيس، لان هو ليه مواعيد معينة مش بيجي طول الوقت. كل التفاصيل هتكون في الفيديو، بس انا مش عايزة احرقها عليكم دلوقتي. يلا بينا. بمناسبة العادات السيئة للإنسان بيعملها، أنا من عاداتي السيئة أن أنا كنت بحب الصبح أفطر شوكولاتة مع قهوة، وده سبب لي مشاكل كتير، فأنصحكم أن أنتوا تبعدوا عن الفخ ده لأنه فخ وحش جدا. أحلى حاجة في الباص ده وإحنا ماشيين كان بيلف تقريبا على هيروشيما كلها، غير أن المنظر كان حلو جدا، إلا أنه كمان بيفكرنا بالجولات اللي عملناها. بعد كده وصلنا للأوتيل اسمه جراند برينس هوتيل، وللأسف احنا كنا هنحجز في الأوتيل ده علشان نقعد فيه. هو ميزته شكله طبعا حلو، ولكن عيبه ان هو كان بعيد عن طوكيو، عن هيروشيما ستيشن، مش طوكيو ستيشن، فكان لازم عشان نروح لأي حتة نركب الباص ده من او الى الأوتيل، والباص بيكون مجاني. مش عارفة بصراحة احنا اخترنا نقعد في هيروشيما ستيشن احسن او اقرب علشان حاجات كتيرة، وفي نفس الوقت لان كان محجوز، لاننا كنا في وقت اسمه جولدن ويك، والجولدن ويك كان بيبقى كل حاجة فولي بوكت. فلو انتوا بتخططوا لسفرية، افضل حاجة ان انتوا تحجزوا قبلها بفترة كويسة علشان تلاقوا المكان اللي انتوا عايزينه والمناسب ليكم وللي انتوا بتخططوا ليه. ودي من اهم النصائح اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها، ان احنا استعجلنا بصراحة واخدنا القرار قبلها ب5 ساعات، مش بيوم كامل حتى، فعشان كده كان في حاجات كتيرة مش منظمة قوي وما انتبهنا لهاش. فعشان كده انا عاملة الفيديو ده عشان اخليكم تستفيدوا بالنصايح دي. حلوة بس بتاعت بيبي هات تقريبا صغننة قوي، يعني حتى انا مقاس 36 مش هتبقى مقاسي. في اي اوتيل موجود هنا في اليابان او في مصر ممكن نقعد في المطعم الخاص بيه ونطلب اللي احنا عايزينه، فاحنا عملنا كده. وكنا حابين نسترخي يوم السفر، لان يوم السفر بيبقى فعلا ضغط جامد، فحاولنا ان احنا ما نعملش حاجات كتير ونجري ورا نفسنا ونوتر نفسنا وبعدين نتاخر على الطياره او اي حاجه لا قدر الله تحصل زي دي. فعشان كده يوم السفريه نفسها بيبقى يوم الهدوء، وان احنا مش هنعمل اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي انا كنت لسه ما عملتهاش ان انا اشتري سوفونير، ودي حاجه مش مهمه يعني، اكيد كنت هشتريها من المطار وفعلا اشتريتها من المطار، هتشوفوها في الفيديو. القعده في المكان ده كانت تحفه، اعتقد لو ما كانتش مطر كان هيبقى البحر باين بشكل تحفه جدا. انا بحب البحر قوي يا جماعه، لو حد بيحب البحر زي يكتب لي في الكومنتات.
و بصراحه انا عارفه ان انتوا هتقولوا لي في الكومنتات انت ليه عامله دايت وبتاكلي كيك، بس احنا نعملها يعني نعتبرها تشيت ميل لان كان شكل الحلويات تحفه جدا، والشاي برضو كان طعمه حلو قوي. كنت طالبه شاي بلبن عادي بس كان طعمه حلو بجد. المنظر كان يستاهل من رايي الشخصي. وكده اليوم كان خلاص قرب يخلص، واخدنا الباص علشان نروح هيروشيما ايربورت ونبتدي نجهز لان احنا نعمل بوردنج. هنا وصلنا هيروشيما ايربورت وكنا مستنيين ميعاد البوردنج للطيارة، بس انا كنت ابتديت اجوع فطلبنا سالاد. الحقيقة انا مش كنت عارفة اكل حاجة في هيروشيما، كان اغلب الاكل بتاعي سالاد، ولان الاكل الحلال مش متوفر قوي وكان في محلين ثلاثة حلال ما كانوش مناسبين لذوقي، وكنا عايزين ناكل اكلة يابانية هناك، المحل الوحيد الحلال اللي في اليابان بيقدمها، وللأسف علشان كنا في أجازة رسمية كان قافل. أنا بحب السموكت سالمون قوي، لو حد بيحبوه قوليلي في الكومنتات، بحبه حتى أكتر من الكولد كاتس والساوسج والحاجات دي، فلو في حد زي قوليلي في الكومنتات أو أنا اكسبشن مش عارفة قوليلي في التعليقات. هلو هلو، احنا دلوقتي في المطار فاضل ساعة ونمشي خلاص إن شاء الله. كانت مغامرة حلوة بس حاسة ان الرحلة كانت قصيرة، بس انا كده كده يعني مهما سافرت اي مكان مهما كانت طولة الرحلة بحس ان الرحلة كانت قصيرة، وكان ممكن اقعد اكتر اعمل حاجة اكتر وكده. ده الماسك على فكرة، بس انا مش بلبسه غير في الطيارة، خصوصا ان لقيت ان الدنيا هنا اهدى شوية في موضوع الماسك على عكس طوكيو، كل الاجانب تقريبا مش لابسين وفي يابانيين كتير مش لابسين، فانتهزت الفرصة وقلت ان انا مش هلبس الماسك. نور اللي كان بيجري ورايا، انتهزت الفرصة وقلت مش هلبس الماسك، ف مش قادرة ضحكني قوي. اوكي بلبسه بس في الطيارة علشان احنا ايكونومي طبعا، و هرجع تاني البسه في طوكيو عادي. وبدأت أدور على السوفونير، أنا بحب نوعين من أنواع السوفونيرز. النوع الأول حاجة أكلة أو حاجة تفكرني بمكان اللي أنا روحته، والحاجة التانية حاجة ممكن كل ما بص عليها أفتكر المكان اللي أنا روحته، بس في نفس الوقت مش بتستخدم كتير زي مثلا المج، لأن المج ممكن من كتر ما بستخدمه هيتكسر وهبقى زعلانة جدا عليه. فاخترت أن أنا أشتري المانجو، المانجو اللي قلت لكم عليه قبل كده، اللي هو موتشي ومحشي حاجات نكهات مختلفة. اخترت بنكهة الليمون وبنكهة الفاصوليا، مربى الفاصوليا الحمراء دي نكهة يابانية تقليدية، الاثنين كان طعمهم حلو جدا. اما السوفونير التانية اللي اشتريتها هوريها لكم دلوقتي على الطيارة. دلوقتي جه وقت البوردنج اخيرا، وانا مش عايزه اطول قوي في فلوج الطياره او الجزء بتاع الطياره، عشان عارفه ان في ناس بتستمتع وتحس ان هي في المود، وجالي تعليقات كتير على كذا فيديو قديم على الموضوع ده، عشان كده مش هطول قوي عشان تحسوا ان انتوا معايا. دي محاولة غير ناجحة للنوم، حاولت انام ومعرفتش، وعشان كده قررت اتفرج على السوفونير اللي اشتريتها، واشتريت ماجنت. عشان دايما كل ما ابص على التلاجة واقفة في المطبخ ابقى فاكرة رحلات هيروشيما. كده وصلنا طوكيو، وكان عندي امل ان طوكيو ما بكونش فيها مطر، بس ببص من الشباك لقيت المية على الازاز باتجاه النزول، فيعني المطر كان بيستقبلني في طوكيو.
اخيرا انا في طوكيو. وصلنا الحمد لله وهنركب اللي هو اتجاه وينو ده، بيروح مباشر لحد بيتي. فالحمد لله حاسه ان انا خلاص خلصانه. وكده فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم واتمنى تكون مغامره المره دي حلوه بالنسبه لكم. ولو ما شفتوش الفيديوهات اللي قبل كده تقدروا تشوفوها موجوده على القناه، ولو اي اقتراحات عندكم اكتبوا لي في التعليقات، ويا ريت لو مشتركتوش تشتركوا وتنضموا لعائلتنا الكبيره. وما تنسوا